فاش تيجي هاد الملك هذا تيجي بفترة رمضان اللي يعني تيحتقر بها الشعب وتيحتقر بها يعني الكرامة ديالنا كمغاربة، لأن ما راضينش حنا بهاد الشيء هذا. حنا لن أرضى بملك مثل هذا ولا بأي ملك على وجه الكرة الأرضية بحال هاد الحيوان هذا اللي تيحكمنا، فهمتي؟ لأن تحتقر الشعب. لذلك أنا أتكلم معه يعني بلغة احتقارية، يعني المخزن، النظام المخزني سينتهي سنة 2021. تحية سلطعونية وأزول وأزول للنزول، تحية الجمهورية المغربية الأمازيغية، وتحية لجميع الأمازيغ الأحرار في مكان. المهم، قريت واحد الخبر اللي هو ربما تضرني أنا في نفسي صراحة، هو خبر مضحك ومبكي في نفس الوقت. يعني قفة رمضان، الملك يطير من فرنسا والسبب هو قفة رمضان. يعني السيد يضرب الآلاف كيلومترات باش يجي يفرق على الناس القفة ويتصوروا داك الشيء ويمشي يرجع فحالو فيما كان، فشي بواط فرنسا ولا شي بار يبقى يضرب تما، المهم بيرة ولا شي شنو يدير. المضحك المبكي، لانني انا هنا بهاد القناة هادي بغيت نفتح هاد القوس ونقول هاد المسألة هادي. انا فتحت القناة تخصيصا فقط لمخاطبة يعني المواطنين، لا اخاطب الرعاية، فهمتي؟ هنا نخاطب يعني المواطن المغربي، المواطن اللي تيهمو الشأن العام وعندو هم على الشأن العام وما عاجبوش الأمور كيفاش غادا في هذيك البلاد ويريد التغيير، ويريد يعني معانا جميعا كأحرار أننا نبنيو واحد الوعي جماعي باش أن هذاك الوعي الجماعي يدينا لواحد الخلاص جماعي ماشي خلاص فردي. هذا هو الهدف ديال هاد القناة هذه. يعني العياشة راه ما عندي ما ندير بهم، يعني بغيتو تشوفوا وتجيو تدخلوا معنا في التحرر وهذه نحرروا البلاد ونقول لكم علاش. ما بغيتوش عطوني اتساع الله يرحم بكم، لان تنشوف بعض التعاليق لا علاقه، يعني اش نقول لك، ولو ان مواطن يكون في عهد في العصور الوسطى ما كتب يعني ديك ما يكتبش بحال دوك التعاليق وديك، لانه مبكي. كما قلت لكم قفة رمضان تعيد الملك من فرنسا الى البلاد، هيسبريس من الرباط. يعني في الدول المتقدمه شان نقول لكم الاخبار كما يعني تتقبلها المواطن، بحال هكا تطرى شي فجاه مثلا نقولوا بحال هذوك الكيران داك الكار اللي تقلب ودار كسيده وماتوا هذوك النساء، ولا هذوك النساء ديال سميتهم ديال خنش الطحين ديال الصويره، ولا هي الفاجعات هذه تما فاش تيبانوا المسؤولين ورؤساء ديال الدول المحترمين تيبينوا التضامن ديالهم مع الشعوب ديالهم، ولا يكتفون فقط يعني بواحد البيان تيدوروا سميتو المستشارين ديالهم او الديوان الملكي او الديوان الرئاسي ديالهم كيف ما كان، يقولوا ليه دير بيان راه سنتكفل يعني بالدفن وكذا وصافي، وراه شدات مادام وراه حلينا المشكل. يعني انا راه حنين على الشعب. لا، رؤساء الدول المتقدمه فاش تيطيروا لا طرات شي فجعه ولا شي حاجه، ولا خصهم ياخذوا قرار في واحد المساله اللي هي مهمه، ماشي قفه رمضان. قفه رمضان باش تجي تتصور في التلفازه تعطي الشعب مع كيلو البطاطا ما فهمتش. اول حاجه كما قلت انا في واحد الفيديو قبل، ان هذا يعني تيحكمونا الخوانه. بلا جينا نشوفوا مقارنه، اللي درنا واحد المقارنه ما بين المواطن المغربي في العصور الوسطى، مثلا نقولوا في القرن في سنه 1500 1600 1400 المواطن المغربي كان يعني اكثر تحرر من اليوم. يعني كما قلت المواطن المغربي في 1600 1400 1500 كان اكثر تحرر، لان كان عندنا واحد المواطن بانين، واحد المواطن كان عندنا واحد المواطن عنده يعني مواصفات ديال المواطن، فهمتي؟ كان عندنا الناس متعلمين، عندنا علم، عندنا بزاف الامور، يعني كان المواطن يفكر يعني ليس فقط في
يعني ما تهموش يعني حياته هو كشكل خاص، ولكن تعطي الحياة العامة والدولة كيفاش غادا. كان عنده قرار ديك الساعة، إذا كانوا دائما الناس اللي غادي يمثلونا كانوا تمثلوا هذاك المواطن القوي. يعني أتعطيني مواطن ضعيف أنا أعطيك قائد ضعيف، فهمتي؟ أتعطيني مواطن قوي أنا أعطيك قائد قوي. أيكون عندنا مواطن قوي تكون عندنا دولة قوية، أيكون عندنا مواطن ضعيف تكون عندنا دولة ضعيفة بزاف، فهمتي؟ من هاد الميتافور ولا هاد الأمثلة. لذلك هما سعوا يعني منذ يعني دخول العلويين في الحكم، وما معمر يعني كان عندهم شي استقرار سياسي، كانوا دائما يحكموا بالدم والقتل وهذا. ولكن بعد خروج الاستعمار تم نهج يعني واحد السياسه خبيثه جدا، وهي احتقار المواطن. يعني تيخليوك انت تحس بانك انت لا شيء بدونه، يعني انت كمواطن لا شيء بدونه. يعني تيخليوك تفكر انه ما يمكنش لك حتى شي حاجه، ما يمكنش تحقق حتى شي حاجه بدونهم. يعني هما بحال تقول الشمس، فهمتيني؟ الا ما هما اللي تيديروا تطلعوا الشمس تشرقوا الشمس وتغربوها، يعني هما بيديهم كل شيء. تحيدوا منك بداو يعني بسميتو بواحد الشكل يعني سلو بطيء، بداو تي يجروا يعني البساط من تحت الشعب المغربي باش انه يولي واحد الشعب من المستحمرين ويعني من الطلابة والطبالة والغياطة، فهمتيني؟ ومن المدلولين، يعني حتى تولي إنسان ما تشعرش بالقيمة دياله، يعني ما تحش بالقيمة دياله، تحس بأنه فقط رقم زايد في ديك البلاد. تحسك يعني تضيع الدولاك فعلا. ولكن هنا فاش يحكمونا الخوانا بحال هادو العلويين وصحابهم، يعني محمد السادس ولا الحسن الثاني، فهمتي؟ نفس الشيء، هادو خوانا حطهم استعمار باش هاد الشعب هذا ما عمر ينوض، ما عمر ينتج، يبقى ديما مستهلك. ماشي ابار انهم وقفوا هنا، ولكن يعني الاخبث من هذا ان المخطط اننا وصلنا دابا حاليا في 2019 وصلنا ان عندنا ما عندناش مواطنين، عندنا رعايا. عليها قلت انا اريد اخاطب المواطنين، الناس اللي يهزوا معنا الهم واللي عندهم واحد التصور فكري ولا واحد الايمان واحد المعتقد بان الدوله هذه لا تمثلهم، وبغاو يشوفوا الدوله يعني يتوقون يعني او ينظرون الامام من اجل يعني تحقيق واحد الدوله تتمثلهم فعلا، ماشي دولة هما عندهمش فيها لا رأي لا والو، مسيرون فيها وليسوا مخيرون، فهمتي؟ يعني هذا هو المواطن. يعني هذا في الأخير دابا حنا لجينا في هذا سميتو بزاف ديال الرموز التاريخية ديالنا كأمازيغ تم يعني تهميشها وقتلها من الذاكرة، يعني مسحها من الذاكرة ديال المغاربة. هذا اللي تنقولك ماشي صدفة، هذا الشيء هذا هما داروا، هذه يعني مؤامرة على الشعب المغربي وبين الأمور. ثاني حاجة أنه صنع 2019 كل عندنا مواطن يعني يشوف دابا يشوف تي في، فاش تشوف الشباب فاش يهضروا كيفاش تشوف أن المواطن ديالنا مسكين وصل به الحال، وصلوا به الحال لواحد يعني لواحد النقطة، وصلوا به الحال لواحد واحد النيفو أنه يعني اقصى ما يمكن يعني يحلم به هو انه يما يخرج من هذيك البلاد، يا اما شي هميزه يا اما شي حاجه باش يعيش. هذه هي ما عندناش مواطن عنده هم ديال الدوله، لان الهدف ما عندناش دوله عندها هدف، فهمتيني؟ لو كانت عندنا دوله عندها هدف غادي يكون مواطن يعني جزء من الدوله، ولكن المواطن ما همش في المغرب لا 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 راي ولا يعني دوره له في الدوله أو في تسيير الدولة. دولة ديالو الدولة ديال المغاربة تشفرات منهم في الأيادي ديال واحد الناس. هاد الناس هادو تيديرو واحد المخطط اللي ربما دارتو فرنسا، وشوف شكون، ميمكنش نيا نجزم، لا
لان حتى الاستعمار الفرنسي ما دارش هذا الشيء هذا اللي تيديروه هاد ولاد بوقنب في المغاربه. يعني وصلنا لواحد الشعب يعني اقصى ما هو يخرج من هذيك البلاد هو ان كاين الناس اللي بغات تخلص من الجنسيه ديالها سواء كانوا اغنياء ام فقراء، فهمتي؟ حيدوا منهم هذيك الوطنيه، حيدوا يعني قتلوا فيهم اي حاجه، اي حاجه اللي قد تهز هذيك البلاد وتزيد بهذيك البلاد. يعني تنسمعوا باي واحد تينوض وفعلا تيبغي كما جرى مع مهدي المنجر الله يرحمه، هذاك انسان مثقف عالم مستقبليه تم تهميشه ونهار ذكروا تمات عاد داروا لي مكتبه باش حنا راه ماشي حنا علاش ما درتوش يعني بالنظريات ديالو بالابحاث ديالو في التعليم بزاف الامور حتى في الاقتصاد علاش ما درتوش بها؟ ولا نتوما تقتلوا الميت وتمشيو في الجنازه ديالو كما تيقولوا. يعني المخطط هو انه في الاخير هذه القفه الرمضانيه اللي تتحتقر المواطن المغربي اخير باش نساليو هذا الفيديو هذا هو انه يولي عندنا مواطن يولي عندنا ابناء فرنسا الفرنكوفونيين هما اللي شادين البلاد ويوليو عندنا المغاربه اللي هما عامه الشعب يوليو بحال واحد اليد العامله جابوها من الفلبين وتتخدمهم. يعني حتى المواطن ما تبقاش عنده ديك، حتى بزاف ديال المغاربه حاليا عندهم واحد التفكير بان ديك الدوله راه ماشي ديالهم، راه هما هي تما وصافي، بغاو يديروا معاهم زوين راه تعطيوهم، ما بغاوش يديروا معاهم زوين صافي. يعني لا هما راه ساكنين تما وصافي، يعني مقيمين منسين هاد الناس هادو. هذا هو المخطط اللي بغاو يوصلوا ليه. يعني اي صوت حر بغاو ينهيو، اي واحد من الشعب ولا كاع واحد مجموعه كبيره من الشعب طالب من الحقوق ديالها يحاولوا يحاربوها بشتى الوسائل، لان هذا الشيء هو اللي مسالي ما عندو ما يدار هي محاربه الشعب، محاربه الوعي ديال الشعب، ان الشعب ما يوصلش للحقيقه، ما يوصلش يكون عنده واحد الايمان بانه خصنا التغيير باش نكونوا مستقبل الاجيال القادمه، لان احنا هذا الجيل هذا تنحملوا مسؤوليه كبيره باش اننا يعني نفشلوا هذا المخطط الذي يقومون به باش نبنيو الدوله ديالنا ترجع لنا في يدينا. راه دابا راه شحال من قرن وما الدوله مشفوره منا، لا 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 يعني لا راي لنا ولا خيار لنا فيها، فهمتي؟ هذا هو المشكل عندنا. حط مالك دير هذه ماشي ماشي هو هذا المشكل، المخططات التي يزرعونها يعني في الشعب. يعني واحد الوقيته تجي تولي المواطن المغربي المهمش يولي يحس براسو، حاليا عندنا يولي يحس براسو لا شيء، انه فقط مقيم تما هما 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 اصحاب هما اسياد يعني البلاد وهما والشعب هما العبيد. يعني نوصلوا لهذا الشيء، هذا هو المخطط ديالهم، وغادي يقتلوا الهويه المغاربه والاحلام ديالهم اللي كانوا في القديم المغربي كان يحلم يتوسع. مشينا تمالي حكمنا بزاف د المناطق لان عندنا حنا دوله قويه عندها يعني جيوبوليتيكلي يعني الموقع استراتيجي، ويمكن لينا نلعبوا بزاف الاوراق باش ان الدوله نوضوها تولي دوله قويه اقوى من تركيا في ظرف عامين، في عامين نقدروا نشؤوا دولة قوية في المغرب. بلاش خصنا نحيدوا هاد الناس إذا بغينا نبداو، وهاد المسؤولية تتحط على عاتق ديالنا احنا كشباب اليوم مغربي، أننا نقوموا بالعمل هذا ونجزوه 100%. إذا كانوا هما يبدعون في الفساد وهذه فلنبدع في فضحهم، فلنبدع في توعية الشعب، فهمتي؟ لأن عندنا فرصة تاريخية بهاد وسائل التواصل الاجتماعي باش اننا نوصلوا لهذا الهدف. هذا راه نوصلوا ليه، انا تنقول الشعب غادي يخرج للشارع في غضون 2020، غادي يخرج الشعب كامل للشارع، وهذه خذوها مني 100%. يعني المخزن النظام المخزني سينتهي سنة 2021، ولكن الى بقينا خدامين على في معركة الوعي، معركة الوعي نخدموا عليها كاملين. اللي تيحب هذاك الوطن يدير فيديوهات يهضر وهذه، ويحاول انه يكسر هذاك يعني الطموحات اللي دارها المخزن باش ان المواطن ديما يشوف واحد الشبح فاش انه تيبغي يهضر في السياسه ولا يعبر على رايه، ديما تيشوف واحد الشبح ان داك الشيء من الممنوعات وداك الشيء. حنا خصنا نهرسوا هذا الشيء، هذا ما يبقاش بتاتا،
باش نبنيو بلادنا. والفضيحه الاكبر من هذا فيما يخص يعني فتره رمضان ان هذا الملك هذا تصوروا معايا التنقلات ديال الملك اللي جا من فرنسا راه مخلص على فلوس الشعب تيجي تيدير التنقلات في المغرب. هذيك التنقلات عنده عليها يعني كما تنقولوا تعويضات تعوضوا على التنقلات ديال كما قلت يعني التنقلات فاش يجي هذا الملك هذا تيجي بقفه رمضان اللي تيعقب بها على الشعب و يعني تيحتقر بها الشعب وتيحتقر بها يعني الكرامه ديالنا كمغاربه لان ما راضينش حنا بهذا الشيء هذا. حنا لن ارضى بملك مثل هذا ولا باي ملك على وجه الكره الارضيه بحال هذا الحيوان هذا اللي تيحكمنا فهمتي لان تيحتقر الشعب. لذلك انا اتكلمه يعني بلغه احتقاريه لانني ما عمري غادي نحترم. ثانيا باش نكمل هاد التنقلات ديال الملك اللي يجي حط لا يجي يعطي بنادم نقولوا سميتها قفة ديال رمضان تتسوى 75 درهم 70 درهم كاع 60 درهم 50 درهم هو هادشي شحال تيضرب تيضرب على الاقل واحد 600 مليون 60 مليون درهم فهاد التنقلات هادي ضاربة الملك. اولا هاديك المواد اللي تيجي يعطيها للفقراء هاديك شنو فيها؟ فيها يعني القالب ديال السكر هذاك السكر اللي تتصنعو كوزيمار هي اللي تنتمي يعني الهولنديك تنتمي للشركات ديال الملك يعني تيدير ليهم اشهار يعني راه ما خاسر والو يعني بحال جات لك ميسي انا عطيه مثلا يدير لي واحد الاشهار ديال بيبسي ولا هادي راه هو تيربح الفلوس الا هز هذيك المناضه. كذلك الملك لانه هو شخصيه عامه اي حاجه حيت بنادم الا شافو هاز شي حاجه ولا ضرب شي ماركه ولا هادي بحال تيدير لهم الاشهار. لوسيور كذلك تتخلصوا هذيك الشركه ديال الدقيق تتخلصوا يعني جميع الشركات اللي يعني اللي كاينين في هذيك القفه الرمضانيه اللي مجموعين هذوك الشركات كامل هما تيتبرعوا بهذه المواد هذه باش الملك يدير لهم اشهار في هذا رمضان هذا باش بنادم الكل ديما يشوف لان الاشهار شنو هو الماركتينغ ولا ادفرتايزينغ ادفرتايزمنت هو ان هو انك تشوف الحاجه صافي وتتانستال عندك في تتانستال عندك في الدماغ وهداك الشيء اللي تيدير لهم هو تيدير لهم اشهار ورابح الفلوس يعني ما خاسر والو. هذيك الفلوس اللي خرجت اصلا ديال الدعم ديال الفقراء في القفه الرمضانيه هذيك اصلا ضربات هذيك ضربوها فرقوها هذوك صحاب الجماعات وديك اللي معينهم هما القيود والشيوخ وهذاك الشيء ضربوا حقهم فهمتيني من الموظفين الصغار حتى الموظفين الكبار ونتنازل كل شيء واخد حقه يعني هذيك الفلوس اللي خصها توصل للفقراء ما توصلش. وهذيك اصلا هذيك المواد اللي تتبرعوا بها اللي تتسمى قفه رمضان اصلا هذيك فابور يعني الملك ما مخلص فيها والو هو تيدير لهم اشهار هو تيربح الفلوس على الاقل تيخسر تيخرج من تما بواحد 100 مليون درهم رابحه زائد التنقلات ديالو وداكشي تعويضات ديال التنقلات ديالو شحال تيربح الفلوس. ايوا يعني فيق الشعب المرقع عافاكم راه تيضحكوا عليكم. وكما قلت تسناوني في الفيديو الجاي ان شاء الله كاين واحد الفيديو واعر ان الفيديو القادم ان شاء الله غادي يكون على واحد الخونه ولا يعني التجسس الذي تقوم به يعني مخابرات لاجد ولا ديستي. تحياتي ونشوفكم في فيديو اخر.